البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. الحديث ضعيف، خرجه أبو داود ومن طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. محمد بن إسحاق عنعنة ولم يصرح بالسماع. الثانية في سند جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول، فالحديث ضعيف. ولكن الحكم الذي استنبطه المؤلف رحمه الله حق، فالله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله عظيم، بل الله جل وعلا بيده الملك. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، ولا يجوز أن تجعل الله عز وجل وسيطا لأحد من الخلق ليعطيك شيئا. قال: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث، وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، قال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا. إلى هنا كلام طيب. فإنا نستشفع بك على الله، وهذا لا بأس تستشفعون بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، ونستشفع بالله عليك، وهذه الجملة التي أنكرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليها، وإنه ليأط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديث: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قول: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه،
يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على العربي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، لذلك ذكره كثير من أصحاب من الأئمة في كتب العقيدة من أجل قول إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها كثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير مدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح
ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. ما أحوج الإنسان إلى تدبر مثل هذه الأمور، فهذا يزيده معرفة بالله جل وعلا، ويزيده ضراعة وخضوع لله، ويزيده معرفة لنعم الله عليه، ويزيده حمدا لربه ومعرفة لأسمائه وصفاته. يحتاج الإنسان إلى أن يتدبر مثل هذه الأمور. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل المطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. لم يثبت، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وفي سنده عاصم بن عبيد الله العمري، وفيه ضعف. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له وعلى جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. هذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هذا تصريح بأن دعاء الأموات شرك، يكفرون بشرككم، سماه شركا، دعاء الأموات شرك. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر، والصحابة لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما قال عمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي، لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، أي بالدعاء، وما يفعله كثير من الناس بحق نبيك أو بجاه نبيك هذا توسل مبتدع. الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله، ووقتها الوقت المناسب، وهو المكان الذي إما أن يتلفظ بلفظ
فيه إلحاق النقص بالله جل وعلا أو ينزه بطء، كما هبط النبي صلى الله عليه وسلم الوديان قال سبحان الله، هبط ينزه الله عن السفل. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، يطلبون منه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.